الموالاة بينه وبين الطواف، يعني يستحب أن يكون السعي بعد الطواف لا يفصل بينهما، لكن إذا فصل بينهما لا شيء عليه. يعني إنسان طاف في البيت مثلا وانتهى من الطواف، ذهب إلى سكنه مثلا ونام وارتاح قليلا ثم رجع بعد ساعة أو ساعتين وسعى لا يضر، ولكن من السنة أن يكون السعي بعد الطواف، من السنة أن يكون السعي بعد الطواف. فلو تأخر ففصل بين السعي والطواف لا شيء عليه، لأنه سنة، سنة أن يكون السعي بعد الطواف. لكن لو تأخر فصل بينهما ولو فاصل طويل ولو من الغد، لكن طبعا لا يتحلل، لا يتحلل حتى يسعى، لكن القصد أن الموالاة بين السعي والطواف أمر مستحب. نعم.